هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من مليون ومئتي ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئة واربعة وسبعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم ثمانمائة وتسعة آلاف شخص هذا ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة المبادرة والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول الى المناعه المجتمعيه والتي ستسهم بدورها في عوده الحياه الطبيعيه